بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير والرحمة والمحبة على الجميع. عندنا اليوم حبية، الحبية عندي نوعين، هاي جتني هدية تركي، عندني الأخ مال أنتاريو، النوع ماله هذا راح أسويها على طريقة الموصل. طبعا أقل شيء تنقع ماي دافي، راح اخليها ساعة كاملة، ما اخلي بيها اشياء كثيرة، بس كركم وملح وشوية فلفل اسود اذا بتحبوه. طبعا هذا يروح ويا لحم، ما هلقد ويا السمو الدجاج، اذا ما اكو بس الدفت اذا تسووه حار يستاهل لنا السمو. الكركم راح اخلطه مرتين، شويه راح اخلط فوق اللحم نص معلقه وماي دافي، راح اغطي واخليه يستوي على كيفه. وعندي حمص تقريبا كوب كامل، كوب مال ماي، هو اختياري بس هذا لازم بيه، يعني اسويه على طريقه الموصل يعني اعرف هاي الاشياء يخلطون بيها، وان شاء الله راح اشوفكم. هو بسم الله اللحم ورا ما استوى طلعته، هذا الماي مالي ضفته بلاص ماي، شو هذا البلاص، اسمه بصل راح اذوب عليه بس ما هسع بلاصي. طبعا الحبية ملات هذا الكوب، كوب حبية وكوبين مي، طبعا نقعتهم اني للعلم، راح اخلي بيه ملح شوية، هو الملح حسب الرغبة اللي تحبوها، انا ما افضل السبايسي على الملح، كثير يسألون يقولون ليش السبايسي مع الكركم، إذا أكتبتم معكم ما حار شوية ضيفوا فلفل أسود نهائيا، لا يكون على غير سبايس. لأن هسه عشى على الموصل ماله، ورما يخلص الماي ماله فوته راح أضيف عليه الحمص، لأن الحمص نرجعته من الباحة. اللحم راح اخليه بس 5 دقائق اللحم وراح اطلعه، حتى شويه راح اخليه بالدهن 5 دقائق بس، راح شويه مع البهارات ومع هذا حتى ياخذ ان شاء الله 5 دقائق وارجع. اللحم شلته منه، كوب حبية كوبين مي، وهذا المي خليت بيه بس شوية كركم شوية ملح فوت بيه اللحم، شفته هو هذا المي ماله. هذا كلش كفاية، شوفوا لي ما طلع إلا اسمه على وجه الحبية، شوفوا خليه يفور 10 دقائق كلش كفاية، لين حبية نقعناها. بسم الله، شوف فار 3 فورات وقفت براسه، فورة فورتين 3 ونصيته على رقم 4، كلش كفاية على كيف يصير بأي علاقة عندكم، حتى يستوي بالبخار تعرفون شوية الحبية صعب المستوى مالتها. خليه فور 25 دقيقة لا أكثر ولا أقل على رقم 4 على كيف، هسه راح اخليه اسمه الحمص، طبعا نقعته من البارحة فورته، ذات شوي تخلون بيه فلفل اسود، هذا ما يروح له اي بهارات زايدة طبعا، لان احنا عندنا الكركم هو بي سبايس.
شوية، وراح اخليه 5 دقائق، راح اموع له بصل ودهن ان شاء الله. خليت شوية دهن على مود اللحم، شوية راح اقلي لين راح نسوي له بصل، والحبية خلص الماي ماله. طبعا هذا حسب الاسمه البصل، اذا تحبوه حسب الرغبة، بس ينطي طعم هيجي طيب ريحة البصل، شوية ياخذ ريحة البهارات منها. بس راح هذول اخلي شوية يبلون ان شاء الله. قلاص حبي هذا يروح وياه، طبعا سنينة بس زلاطة ما يروح وياه اذا تحبوه. ان شاء الله تجربوها والعافية مقدما. هذا يروح وياه شنينة طبعا أطيب، بالعافية مقدمة.